إذن حسان، من يقطع الطرقات في هذه الأثناء وكيف هي الصورة في صيدا حاليا؟ نعم كاترين، يعني بالفعل عمد مناصري نائب أسامة سعد والتنظيم الشعبي الناصري إلى التوجه إلى الأرض وتحديدا إلى هنا إلى دوار شهداء حيث نقف في هذه اللحظات. أيضا توجهوا إلى الطريق البحرية لقطعها ودوار إيليا. الشبان الغاضبون يعني أحرقوا الإطارات وأحرقوا مستوعبات النفايات. القوى الأمنية الجيش كلها توجهت إلى هنا إلى يعني دوار الشهداء حيث نزل المعتصمون، قطعوا الطرقات أمام المواطنين ايضا لمنع الاحتكاك بين المواطنين والمتظاهرين. يعني كاترين، الشبان هنا غاضبون جدا لما تعرض له النائب أسامة سعد صباح اليوم. سندخل في التفاصيل اكثر، لكن دعيني اتحدث يعني الى بعض الذين نزلوا وعمدوا الى قطع الطرقات. اصريت تنزلوا وتقطعوا الطريق مع انه النائب أسامة سعد اكد وطلب انه ما حدا يقطع طرقات. ليش الدكتور أسامة سعد خط احمر؟ نحن مع الدكتور أسامة سعد، هو ممثل من الشعب، اغلبيه صيدا كلها معه، بس هالسلطة الفاسدة اللي عم تعمل فتنة بهالبلد وجوعونا من مي من كهرباء، شو بدهم بعد؟ بدهم ياخذوا الهواء وبنزين وخبز، شو بدهم بعد؟ يدشروا السلطة كلهم بلا استثناء، كلهم حرامين. طب بس انتوا اليوم ليش نازلين تحرقوا؟ انتوا اليوم ما كان عم تعرضوا لأسامة سعد، النائب أسامة سعد، هاي أول مرة وتاني مرة وهالتالتة، ما عادش يقدر نتحمل أكثر منها، ما عادش ينصرف. لأنه آدمي عم بيعملوا هيك، لأنه الدكتور أسامة آدمي وما بده شارع، بس هن عم بجرونا للشارع. الدكتور أسامة طلب إنه ما يصير قطع طرقات. هو حر، بس نحن من غضبنا فورتنا وقهرنا عليه نزلنا على الشارع. لهون وبس، لأنه مش أول مرة، هيدي ثالث مرة، وصار مبلغ الأجهزة الأمنية إنه عم بصير معه واحد اثنين ثلاثة وما في حدا، لا رقيب ولا حسيب، لا لأنه نائب معارض عم بيحصره وبدهم الشارع. إذا بدهم الشارع يعني نحن بالشارع يتحملوا المسؤولية. كاترين، كما قلت يعني خلال الأسئلة، نائب أسامة سعد أكد في مقابلة معنا رفضه المطلق لقطع الطرقات، إلا أن الشبان يعني أصروا على الخروج إلى الشارع. كاترين، بحسب ما علمنا فإن ما جرى صباح اليوم أن النائب أسامة سعد كان مدعوا للمشاركة بافتتاح مخفر جديد هنا في صيدا، أو مقر لقوى الأمن جديد في صيدا، تقدم به أحد المتبرعين يعني من المدينة، وكان مدعو كما بقية النواب، إلا أنه عندما توجه إلى مكان الاحتفال فوجئ بأن سيارات القوى الأمنية تقف في منتصف الطريق، فخرج أحد مرافقيه للطلب منهم فتح الطريق أمام النائب، إلا أنهم رفضوا رفضا قاطعا، فحصل على إثر ذلك تلاسن بين مرافقين نائب أسامة سعد وبين القوى الأمنية. تدخل على إثر النائب أسامة سعد مطالبا القوى الأمنية بفتح الطريق وبفض الإشكال، إلا أنهم أصروا على إبقاء الطريق مغلقة أمام سعد. ما يعني الحادثة وقعت في أسواق صيدا وهي منطقة مكتظة سكانيا، فتوجه يعني مناصري النائب أسامة سعد إلى مكان وقوع الإشكال، وبحسب النائب أسامة سعد يعني إنما استفز المناصري أن القوى الأمنية خرجت حاملة يعني كاميرات وهواتف خلوية لتصوير من خرجوا للوقوف يعني إلى جانب النائب أسامة سعد، فاستفز عند ذلك الشبان وحصل نوع من التلاسن والتدافع بين. نعم طيب بين حسان، الآن أين هي القوى الأمنية من عملية قطع الطرقات؟ أين هي القوى الأمنية حاليا من عملية قطع الطرقات التي تجري؟ سأطلب من الزميل سمير أسمر نقل الصورة، يعني نستطيع رؤية القوى الأمنية، الدراجين، الجيش اللبناني، مخابرات الجيش، يعني حاولوا هنا منع الاحتكاك بين المتظاهرين أو بين المعتصمين في ناحية وبين المواطنين في الناحية الأخرى، وقد عمدوا إلى إغلاق يعني الطريق المؤدي باتجاه المناصرين نائب أسامة سعد بالأشرطة، كما نستطيع يعني كما هو واضح بعدسة الزميل سمير أسمر، نستطيع هذه الطريق تؤدي إلى حيث يعني يعتصم مناصري نائب أسامة سعد، فعمدت القوى الأمنية إلى قطع هذه الطريق منعا لأي احتكاك بين المواطنين والمتظاهرين. يعني تمتد بشكل طفيف عملية قطع الطرقات، نستطيع رؤية المستوعبات التي تحترق على طريق جديد هنا في دوار الشهداء. يعني هناك خيمة الاعتصام بالقرب من الخيمة، تم قطع الطريق أيضا.
بحسب ما ترد يعني بحسب ما ترد المعلومات في هذه اللحظات كاترين، قطع دوار إيليا أيضا من قبل مناصري التنظيم الشعبي الناصري. كاترين يعني واضح جدا أن القوى الأمنية لا تريد الاحتكاك مع من قطعوا الطرق، حتى أن يعني الحديث أن قطع يعني من قبل المتظاهرين نفسهم أن قطع الطريق لن يطول، وهو يعني قد نوع من الحركة الرمزية رفضا لما جرى. ويعني الحدث الأساسي الذي كان سببا في هذا الإشكال وهو افتتاح مبنى جديد لقوى الأمن الداخلي بحضور الوزيرة ريا الحسن، يعني هل انتهى هذا الحدث وغادرت وزيرة الداخلية صيدا حسان؟ كاترين بحسب المعلومات التي استطعنا الحصول عليها فإن الوزيرة ريا الحسن تقوم يعني بسلسلة يعني بجولة أو بسلسلة زيارات هنا في مدينة صيدا، إلا أن الحدث انتهى يعني الاحتفال الذي كان من المقرر أن يحضره النائب أسامة سعد انتهى منذ وقت طويل، يعني حوالي ساعة ونصف أو ساعتين، وتم افتتاح مركز قوى الأمن، إلا أن يعني الغضب هنا في الشارع على التعرض للنائب أسامة سعد، فيما يقول يعني الجميع هنا أنها ليست المرة الأولى بل هي المرة الثالثة. يعني في المرة الأولى كان يتجه النائب أسامة سعد للمشاركة في اعتصام رفضا لسد بسري فقطع الطريق أمامه من القوى الأمنية. في المرة الثانية طلب منه المعتصمين في مستشفى صيدا الحكومي التوجه معهم إلى المخفى، حيث كان قد ادعى مدير المستشفى عليهم معتبرا أنهم يعني يوقفون عمل مرفق عام، فكان يتوجه معهم النائب أسامة سعد إلى المستشفى عندما منعه العناصر من دخول المخفر. يعني هو أكد لنا أنه لم يكن بنيته حضور التحقيق ويعلم أن التحقيق هو أمر سري، إلا أنهم طلبوا منه مواكبتهم في لفتة دعم معنوي من النائب أسامة سعد لهؤلاء الموظفين، فمنع من الدخول. ويعني يقول أن هذه هي المرة الثالثة التي يعني تتعامل معه القوى الأمنية بشكل خاطئ. نعم، شكرا لك حسان.